نازين كونراد. مدام نازين دائما عندنا فقرات معها حسب ما تكون موجوده بلبنان بتخبرنا عن السافوار فيف. نازين ضروري يكون في اتيكيت بين الكوبل المجوزين. انا بلاقي اكثر حدا مفروض يكون في بيناتهم اتيكيت هن الكوبل، لانه الاتيكيت هي يكون في احترام، يكون في تهذيب، يكون في صدق. لهالثلاث اشياء مفروض انه الزواج يكون شعاره، هذا غير التضحية طبعا اذا كانت باطار الزواج. فالاتيكيت هي القواعد يلي بتحكم العلاقات، بتحكم العلاقة الزوجية، لانه هذا الشخص بصير قاعد معك 24 ساعة، يعني مش بقى نص ساعة وساعتين وبروح على البيت. لهالسبب الواحد بينتقل للزواج اكيد مفروض يترك عادات حسنة، يعني مش مفروض لانه صرنا مزوجين نتعود على عادات سيئة. مثلا ما بقى نقول بليز، ما بقى نقول ميرسي، ما بقى بيصير كل واحد فينا هيك نوع من كتير تارك الاشياء على سجيته. لا هيدا اكيد لا. بعدين وقت بيكون